وإلى أولى فقراتنا اليوم راح تكون فقرة رياضية ضمن فقرة صحتك بتهمنا، وأكيد التمارين الصباحية ضرورية جدا طبعاً. ولأي شخص بيطلع من بيته إلى عمله، مشواره الصباحي، سوق، أي مكان بزوره، لازم يعمل بعض التمارين الصباحية لحتى تساعده لينمي طاقة حيوية، نشاط عضلات وصحة بالجسم. سمر معنا الكوتش علاء الحديد، أكيد وجه له تحية صباحية. تحياتي لك كوتش علاء، صباح الخير وصباح النشاط. تفضل. صباح النور، معكم الكابتن محمد الحديد. محمد الحديد طبعا، تفضل. أهلا وسهلا فيكم كابتن محمد. الله يصبحك بالخير. صباح وأهلا وسهلا فيك. أهلا. يعني بجوز دائما وأبدا التمارين الرياضية الصباحية جدا مطلوبة. نعم. فبدنا اليوم تحكينا عن إيش راح نتعرف من خلالك على بعض التمارين الرياضية، ونوجه رسالة للمشاهدين من خلالك إنه كيف لازم، إنه لا ضروري جدا نعمل رياضة. صحيح. أوكي، أول شيء صباح الخير. ثاني شيء اليوم راح يكون تمارين كثير بسيطة وكثير لطيفة، تمارين إحنا بنتدربها في البيت، مش بحاجة إننا نطلع برا البيت. جميل. راح يكون إحماء مكاننا، وبنفس الوقت راح نلعب على جهاز واحد نحرك فيه جميع عضلات جسمنا. هذا يعني التمارين راح ناخذها اليوم خصوصا للموظفين اللي بكونوا في المكاتب، يعني عندهم اشغال يوميه بقدر يعملها بفتره بسيطه جدا. بالضبط، يعني 10 مينت هي كاقصى حد، يعني راح نلعب نحرك فيها جميع عضلات جسمنا. جميل. تفضل كوتش محمد. يعطيكم العافيه. راح نبلش اول شيء احماء بسيط، هون نعمل ستريتشنج لعضلات الايدين. نعمل تشنج هون، اسحب ايدي شوي. اوكي، حاول كل ايد او كل حركه نعد 10 عدات. حاول نحرك مفاصل الايدين، هاي الحركه بتحرك مفاصل الايدين، بتحرك عضلات الظهر، عضلات الصدر. نعمل تشينج هون، للأمام، اوكي، نزل لتحت شوي، كل الحركة زي ما حكينا 10 عدات، نقدر نعملها 3 مرات، اوكي، نعمل ستريتشنج برضه للرجلين، استطالة. نعمل تشنج، اوكي، راح نبلش هلا اول تمرين. عندنا الباند المطاطه هون، راح نلعب فيها اكثر من تمرين، نحرك فيها عضلات الايدين، الاكتاف، الصدر، رجلين، اكثر من تمرين نقدر نلعب فيها. راح نبلش اول تمرين نحرك عضلات الباي، نقدر نلعب ايدي تنتين مع بعض هون، two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. هلا بقدر هاي راح نلعبها 3 جولات. التمرين الثاني راح يكون يد جد هون نفس الشيء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نلعب احنا يمين شمال كل تمرين، زي ما حكينا راح نلعب 3 جولات، كل جولة اقل اشي 10 عدات راح تكون. مرة ثانية روند يمين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي، هلا احنا حركنا عضلة الباي، هلا الأمامية بدنا نحرك عضلة التراي، الإيد الخلفية نفس الشيء، هون بمسكها خلف الرأس، بكون جسمي ستريت ثبات، 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10. نفس الشيء ببدل هون يمين شمال، لازم نحرك عضلات التراي كثير ضرورية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي حركنا عضلات الايدين، هلا نقدر نحرك عضلات التراي. تمارين ثانية هون، بقدر امسك البانت بايد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نفس الشيء الجهة الثانية هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي احنا هون خلصنا تمارين الايدين، راح نركز هلا على تمرين الشولدر على الكتاف. نفس الفكره هون، بثبت باند تحت رجلي، بطلع شوي شوي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ضروري جدا تمارين الاكتاف ان نحاول نطلع وننزل فيها شوي شوي، لانها هي اكثر مناطق معرضه للاصابه. نفس الشيء راح نلعب هلا شولدر، التمارين الخلفيه العضلات الخلفيه. بقدر انا اقوي الباند حسب ما انا بدي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي هلا احنا هون لعبنا ثلاث تمرينين عفوا للكتاف، هلا نلعب تمارين العضله الاماميه. نفس الشيء هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما حكينا كل تمرين ثلاث جولات، كل جولة 10. في حالة زي هيك عم بلعب بإيد يمين وإيد شمال، نلعب 10 يمين 10 شمال، 20 عدة. اوكي رح نلعب هلا تمارين الظهر. تمارين الظهر نفس الفكرة هون، لازم اقوي عندي هاي المنطقة. نفس الشيء عندي هون، بقدر العب هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نفس الحركة هاي، نفس الثبات هون، بحرك عضلة الظهر الداخلية هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل تشينج نفس التمرين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي هلا هون حركنا هون عضلات الظهر، بنقدر نحرك عضلات الصدر بكثير تمارين. هلا راح نركز شوي عضلات الصدر، راح نلعب بوش اب.
هلا اي حدا اذا عنده ضعف بالتمرين بشب بقدر انا على ركبي هون نلعب هون 1 2 3 4 5 بقدر اعد العدد المناسب ما عندي اي مشكله بقدر العب هون نفس الفكره هون 1 2 3 4 5 رح نلعب شوي تمارين المعدة يدي هون تحت خصري واطلع برجلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زي ما حكينا كل تمرين عم ناخذه لازم نلعب 3 جولات التكرارات مينيمم 10 عدات. التمرين الثاني هون مقص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح ناخذ هلا اخر تمرين اللي هو البلانك جسمي ستريت راسي مرفوع ثبات قد ما بقدر اظني ثابت هون دقيقة دقيقتين ثلاث قدر المستطاع كل ما زادت المدة كل ما كانت الفائدة اعلى اوكي هيك خلصنا تمريننا يعطيكم العافية كان تمريننا كثير سريع جهاز واحد حركنا فيه على غلط جسمنا كاملة وان شاء الله الكل الجميع استفاد معنا جدا استفدنا شكرا لك أبدعت. محمد ابدعت طبعا شكرا لكم وشكرا على هالهمه العاليه والنشاط وعلى هالمعلومات كمان دائما بنحب نتعلم من الرياضيين المزيد من المعلومات عن الرياضه شكرا لك كوتش العفو شكرا لك شكرا يعطيك الف عافيه والمشاهدين كمان يعطيهم الف عافيه لانه اكيد في ناس بلشوا الصباح منذ هذه اللحظه مش كل الناس بتصحى بدري في ناس بتصحوا هلا بنقول لهم برضه صباح الخير وندعو الجميع للبقاء معنا بعد الفاصل